أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. وفي أبرز عناوين هذا المساء: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالتين خطيتين من سمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة. نيابة عن جلالة سلطان البلاد المفدى، سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يستقبل دولة نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء. ممثلا لجلالة السلطان المعظم، سمو السيد شهاب بن طارق يترأس وفد السلطنة في اللقاء التشاوري 15 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض. البنك المركزي يؤكد متانة قيمة الريال العماني وعدم تأثره بانخفاض أسعار النفط. العملة الحمد لله قوية وعندنا نحن تغطية مناسبة للعملة. التحالف الدولي يتحدث عن هدنة لأسباب إنسانية في اليمن، والقوات الشعبية تعلن سيطرتها الميدانية على مدينة تعز. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. وقد تسلم الرسالة نيابة عن جلالته معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه صباح اليوم معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبعوث صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة خطية من دولة لي سين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة. أعرب فيها باسمه ونيابة عن الشعب السنغافوري الصديق عن خالص التهاني بمناسبة العودة المباركة لجلالته إلى أرض الوطن سالما معافى. تسلم الرسالة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وذلك أثناء استقباله لمعالي ألبرت تشو النائب الثاني الدائم لوزارة الخارجية السنغافورية في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية اليوم. جرى خلال المقابلة أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد بمكتبه اليوم دولة خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الوزراء، الذي بدأ يوم أمس زيارة للسلطنة تستغرق 3 أيام. وخلال المقابلة نقل دولة الضيف أطيب تحيات وأصدق تمنيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية إلى جلالة السلطان المعظم والشعب العماني. من جانبه أبلغ صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد دولة الضيف تحيات جلالته الطيبة وتمنياته الخالصة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والشعب اليمني الشقيق. كما تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون القائم بينهما في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين. ممثلا لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد متوجها إلى المملكة العربية السعودية لترأس وفد السلطنة في اللقاء التشاوري 15 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض. ويرافق سموه معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة،
ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وسعادة أحمد بن يوسف الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية. أقام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد حفل عشاء تكريما لدولة خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الحالية للسلطنة، وذلك بفندق قصر البستان مساء اليوم. واصل مجلس الشورى مناقشة بيان معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، والذي يتناول قطاع العمل خلال الخطة الخمسية الحالية 2011-2015 والجهود والبرامج المتخذة لتشغيل الباحثين عن عمل. وفي جلسة اليوم تطرق أعضاء المجلس لقطاعات التعليم التقني والتدريب المهني، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص التدريب المقترن بالتشغيل للباحثين عن عمل لإدماجهم في السوق. مواضيع عدة طرحها أعضاء مجلس الشورى خلال اليوم الثاني لجلسة معالي وزير القوى العاملة، تتعلق في مجملها بقضايا العمل والعمال والتفتيش على العمالة المخالفة لقانون العمل. فريق التفتيش سعادتك ولأصحاب السعادة، أنا ذكرت الحقيقة ما هو موجود للمخالفين وفي تنسيق بيننا وبين الجهات المعنية، ومن المستحيل ان نروح نمسك المخالفين ونبلغهم ترى احنا جايين باين نمسك المخالفين. تخيلوا لما نوصل احنا اليوم نروح بطريقه سريه وما حد يعلم عنها، وبعض المعلومات تتسرب والمستهدفين من المخالفين ما نحصلهم في مواقع عملهم. كما تطرق اخرون الى اسباب تاخر قانون العمل في ظل الحاجه الماسه لمواد القانون التي تنظم سوق العمل. لما نعرف هل في وزارة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء، جزاك الله خير، طرحت هذا السؤال أكثر من مرة، لكن وين واصل القانون؟ الكل يتساءل، وهذا يهم شريحة من المجتمع الكبيرة. الحقيقة أحد القوانين الرئيسية المهمة ومر بدورته واتخذ الإجراءات الموجودة سواء من قبل وزارة القوى العاملة أو أطراف الإنتاج في لجنة الحوار، ورفع إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء أيضا حولوا الحقيقة، وأنا متابع هذا الموضوع وشرت عليه بالأمس إلى اللجنة الاقتصادية وتمت مناقشته. أعتقد الآن في الإجراءات أيضا من خلال اللجان المتبقية إلى أن يأتي إلى مجلسكم الموقر إن شاء الله. كما تطرق آخرون إلى موضوع التعميم في التعليم التقني والتدريب المهني والنسب التي وصلت إليه، فيما تساءل آخرون عن استراتيجية الوزارة في تعمين بعض الوظائف ذات الدخل الجيد. ما هي استراتيجيات وبرامج وزارتكم المستقبلية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة لبعض المهن؟ هناك مراجعة الآن جادة وحثيثة في اللجان القطاعية لآلية التعمين وسياسة التعمين ونوعية التعمين، ليست رقمي وإنما العدد النوعية الداخلية على مستوى الوظائف والمهن الداخلة في كل قطاع وفي نفس المؤسسات. من جهة أخرى، أوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة العديد من الإحصائيات التي أشارت إلى توزيع الخريجين من الكليات التقنية حسب التخصصات، إضافة إلى بعض التخصصات بمعهدي تأهيل الصيادين. لا توجد نية أو أي تفكير في خفض قيمة العملة المحلية نتيجة لتراجع أسعار النفط. هذا ما أعلن عنه لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان سعادة حمود بن صنقور الزجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني. لا توجد هناك أي تفكير في الوقت الحاضر في تخفيض العملة أو تغيير المثبت للعملة وهو الدولار الأمريكي، ونعتقد هذه يعني فترة مؤقتة، وإن شاء الله سوف ترتفع أسعار النفط في القريب العاجل. فالعملة الحمد لله قوية، وعندنا نحن تغطية مناسبة للعملة. لا توجد هناك أي قيود لتحويل الأموال، سواء كانت أموال العمالة أو الأموال الخاصة بالنشاط التجاري أو الاستثمارات الداخلة للسلطنة أو الخارجة منها. فهناك السلطنة تتبع نظام الاقتصاد الحر،
وهذا النظام بالحقيقة مفيد للسلطنة بحيث أنه يمكن جذب رؤوس أموال من الخارج للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وكذلك في تحويل في تحقيق التنويع الاقتصادي داخل السلطنة. ودعا سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني البنوك التجارية للتوسع في مد خدمته المتنوعة إلى جميع محافظات السلطنة، حثا على ضرورة أن تتحمل هذه البنوك مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع. تقوم البنوك بفتح فروع وتوفير الخدمة المصرفية في المناطق التي لا توجد فيها الخدمة المصرفية أو توجد فيها خدمات محدودة. كذلك وجهنا البنوك في التوسع في الخدمات الاجتماعية والمشاركة في الخدمات المجتمعية داخل السلطنة. هدفنا هو الشمول المالي بحيث أن الخدمات المصرفية تشمل كل المواطنين والمقيمين داخل السلطنة وفي أماكن تواجدهم، بدل ما هم يعني يواجهوا عناء السفر والتنقل إلى أماكن أخرى للحصول على هذه الخدمة المصرفية، تكون هذه الخدمة المصرفية متواجدة عندهم عند مقر سكناهم. ميدانيا، شنت طائرات التحالف العربي غارات جديدة استهدفت مطار عدن بأكثر من 150 غارة جوية. يأتي ذلك فيما أعلنت القوات الشعبية سيطرتها على مواقع كانت تحت سيطرة القوات الموالية لجماعة الحوثي في مدينة تعز، مشيرة إلى أنها سيطرت على مديرية جبل حبشي ومقر إدارة الأمن عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الحوثيين. وتشهد مدينة تعز اشتباكات عنيفة بين مسلحي الحوثي والمقاومة الشعبية منذ حوالي شهر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم مدنيون. قتل شخص وأصيب آخرون إثر استهداف جبهة النصرة منشأة للإمداد والتموين تابعة للجيش السوري بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما تبنت جبهة النصرة انفجارا وقع بمنطقة ركن الدين شمال العاصمة السورية دمشق، أعقب العمليتين اشتباكات بين الجيش السوري والجبهة بعد تسلل مسلحين إلى بساتين قريبة من منطقة الانفجارين. من جهة أخرى أصيب جنديان من الأمم المتحدة بجروح بعد سقوط قذائف على الشطر المحتل من هضبة الجولان، فيما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في قرية قوفقين بريف إدلب بعد استهدافها بغارة جوية. وفي العراق قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب آخرون في حوادث عنف متفرقة بمدينة بعقوبة. وقالت مصادر أمنية عراقية إن مسلحين اقتحموا منزلا لعائلة وقتلوا 9 من أفرادها بينهم 4 نساء. وأدى انفجار قنبلة بجانب الطريق في قرية دلي عباس إلى مقتل 5 وإصابة 9 آخرين بجروح. كما عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية تضم 53 جثة لمدنيين قتلوا على أيدي تنظيم داعش. ومن جهة أخرى قتل شخصان وأصيب آخرون إثر انفجار عبوات ملغمة أثناء هروب قوات البشمركة الكردية من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش جنوبية كركوك. أوضحت السلطات النيبالية أن عدد القتلى الأجانب في الزلزال الذي ضرب البلاد يقدر بحوالي 57 شخصا غالبيتهم في شمال العاصمة كاتماندو. من جانب آخر تواصل فرق إنقاذ من 24 دولة جهود الإغاثة في النيبال التي تواجه صعوبة في إيصال المساعدات إلى المناطق النائية. وبحسب السلطات النيبالية فإن 95% من المنازل دمرت بشكل كامل في بعض القرى، معلنة عن ارتفاع العدد الرسمي للوفيات ليبلغ 7200 حالة، مرجحة ارتفاع هذا العدد مع تسجيل المزيد من الضحايا في المناطق النائية التي وصلت إليها فرق الإنقاذ. لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم حرقا وأصيب 10 آخرون إثر سقوط حافلة من أعلى جسر وسط الهند حسبما أفاد مصدر أمني. ووقع الحادث في مقاطعة بانا شمال شرق العاصمة الإقليمية بوبال،
وذكرت مصادر أمنية أن الحافلة اشتعلت بها النيران إثر سقوطها بسبب انفجار خزان وقودها، فيما طالبت السلطات بإجراء تحقيق في الحادث. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، تتابعون فيها بعد الفاصل. جوانب ومقومات السياحة، تاريخ يحكيه ركن السلطنة في معرض سوق السفر السياحي 2015 بإمارة دبي. تورس وفورد فيوجن، سيارتان مليئتان بتقنيات تستجيب لأوامرك وتبقيك على اتصال، وتجهيزات تحيطك بالسلامة، ابتكارات تجعل القيادة بغاية الراحة، والآن مع عروض أسعار بغاية الروعة، بالإضافة إلى خدمة مجانية لخمس سنوات. اكتشف المزيد من العروض على فورد تورس وفيوجن لدى أقرب معرض فورد إليك. أسرع، فالعرض لفترة محدودة. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالتين خطيتين من سمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة. نيابة عن جلالة سلطان البلاد المفدى، سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يستقبل دولة نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء. ممثلا لجلالة السلطان المعظم، سمو السيد شهاب بن طارق يترأس وفد السلطنة في اللقاء التشاوري 15 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض. البنك المركزي يؤكد متانة قيمة الريال العماني وعدم تأثره بانخفاض أسعار النفط. العملة الحمد لله قوية، وعندنا نحن تغطية مناسبة للعملة. التحالف العربي يتحدث عن هدنة لأسباب إنسانية في اليمن، والقوات الشعبية تعلن سيطرتها الميدانية على مدينة تعز. عدد من الجوانب المتعلقة بالدفع بالعلاقات بين السلطنة وجمهورية سنغافورة كانت في مقدمة مباحثات معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع مع معالي ألبرت شو النائب الدائم الثاني لوزارة الخارجية بجمهورية سنغافورة الصديقة والوفد المرافق له، كما استعرض الجانبان موضوعات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين. اعتمدت اللجنة الرئيسية مشروع النظام الموحد للعنونة بالسلطنة والآلية المقترحة لتنفيذ المشروع وضمان ديمانيكية تحديث البيانات بصورة مستمرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تم الاتفاق على المهام والأدوار وتحديد اللجان المختصة للعمل الفني والميداني. ويعتبر مشروع العنونة الذي يعتمد على أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية جزءاً من التوجه الحكومي حول الحكومة الرقمية والذكية وربط جميع المؤسسات الحكومية بقاعدة بيانات واحدة تسهل للمستخدم الاستفادة من الجهات الحكومية بصورة ميسرة وبعمليات مختصرة. استعراض نظام المنظومة الوطنية للابتكار والتعرف على ركائزها الأساسية ومناقشة كيفية تطويرها
والآليات المعنية بها، كانت أبرز ما تطرقت إليه حلقة العمل الأولى للجنة الوطنية الإشرافية واللجان الفنية الاستراتيجية الوطنية للابتكار. الحلقة شهدت مشاركة مجموعة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة محاور الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بالإضافة إلى كيفية تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالنسيج التكاملي للاستراتيجية. ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوعية الصيادين في مجال الأمن والسلامة وحماية الثروات البحرية، افتتحت حلقتا عمل الأمن والسلامة البحرية وإدارة مصائد أسماك الكنعد. الحلقتان من تنظيم وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع مركز الأمن البحري العماني، بهدف تعزيز إمكانية الرقابة البحرية لحماية مياه الصيد العمانية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراقبة السواحل ومجابهة العمالة غير المرخصة ورصد مختلف التجاوزات المتعلقة بأنشطة الصيد. ثروات كبيرة تضمها بحار عمان، بها من الخير الكثير أسماك متعددة الأصناف، منها سمك الكنعد الذي يعد من الأسماك المهاجرة والمشتركة بين دول الجوار، وهو من الأنواع ذات القيمة العالية والمفضلة في الأسواق المحلية والدولية. تعرض سمك الكنعد لجهد عال من الصيد دعا إلى تكاتف الجهات المعنية لإعادة بناء مخزونه وضمان استدامته في البحار العمانية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للصيادين، وذلك من خلال حلقة العمل هذه التي خصصت لإدارة مصائد هذا النوع من الأسماك في المياه العمانية عملا باللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد. هذا النوع من الأسماك أسماك مهاجرة، إدارتها نشترك فيها السلطنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى خارج هذا النطاق ربما نحتاج في المرحلة القادمة لامتداد تنظيم هذا القرار وتطبيقه والتوسع ربما فيه مع دول الجوار الأخرى، ربما امتد على الساحل الثاني في منطقة بحر العرب وبحر عمان أيضا. ولأن البحر مخزون للثروات البحرية، وجب أن تكثف الجهود لحماية أساطيل الصيد من أعمال القرصنة والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، نظمت حلقة للأمن والسلامة البحرية سعت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تسهم بشكل مباشر في حماية المخزون السمكي والموارد الطبيعية والحياة البحرية. دور المركز دور محوري، حماية السلطنة طبعا من أي تهديد، مراقبة السواحل العمانية، نشر هذه المنظومة البحرية، وكذلك تمتد طبعا لحماية الصيادين وتوفير الخدمات لهم، وكذلك حماية البحار العماني من الصيد غير القانوني وغير المنظم اللي يقع يعني في أعالي البحار. وحقيقة هذا دور مهم جدا، لأن الثروة السمكية طبعا ثروة مهمة والمحافظة عليها طبعا واجب على الجميع. تكاتف جهود الجهات المعنية بحماية الثروات البحرية يعد ضمن أولى خطوات العملية نحو تنفيذ الخطة والاستراتيجية الوطنية في نشر التوعية في مجال الأمن وسلامة الصيادين والمحافظة على الثروات الطبيعية البحرية للسلطنة. بهدف توفير البيئة المناسبة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، افتتح مساء اليوم المجمع التجاري العسكري البندر. أقيم الافتتاح تحت رعاية معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع. يأتي مشروع المجمع التجاري العسكري البندر بهدف توفير البيئة الملائمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة. يحتوي المجمع على مركز للتسوق ومخازن وساحات للمطاعم والترفيه وساحات لألعاب الأطفال ومحلات تجارية متعددة، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية كالمكاتب الإدارية والمصلى وغيرها من المرافق الضرورية لمثل هذه المراكز التجارية. نهدف من خلال هذا المجمع التجاري توفير الخدمات والتسهيلات الضرورية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الذين هم في الخدمة والمتقاعدين أيضا. ك
كما أنه سيعمل على توفير السلع والمستلزمات الأساسية والاحتياجات المختلفة بأسعار مخفضة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة. وقد تم الاتفاق مع أحد المشغلين لإدارة وتشغيل المجمع التجاري، وتم تشكيل مجلس إدارة من قبل مكتب الأمين العام بوزارة الدفاع بهدف متابعة الأسعار والتأكد من أنها وفق الهدف الذي من أجله أقيم هذا المجمع. يقع المجمع التجاري بالقرب من معسكر المرتفعة وفي موقع متميز بالقرب من دوار برج الصحوة، حيث تشكل هذه المنطقة التقاء طرق رئيسية القادمة إلى محافظة مسقط. وأقيم المشروع على مساحة إجمالية تقدر ب 460 ألف متر مربع، ويجري العمل حاليا على إقامة مشاريع مشابهة خارج نطاق محافظة مسقط. مشروع المجمع التجاري العسكري البندر سيعزز من توفير فرص العمل للعمانيين وخلق بيئة التسوق المناسبة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة. النقيب محمد بن سعيد المشيخي، مسقط. أسرع معاملة إلكترونية تم إنجازها في 3 دقائق من خارج وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال مشروع المحطة الواحدة. هذا ما أكده معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. مشروع المحطة الواحدة، أنتم كلكم تتابعوا عدد من الحزم، الآن قريب 20 حزمة من المشروع انجزت في نصف الأول من هذا العام. آخر واحدة كانت طبعا السجل التجاري الإلكتروني، فمن بداية هذا الشهر توقفت وزارة التجارة والصناعة عن استلام أي طلب جديد لسجل تجاري إلا عن طريق إلكتروني، وأنجزنا 10 معاملات الأولى مثل ما عرفتم. أسرعها كانت في فترة 3 دقائق تقريبا، وكان هذا رقم قياسي. عمل هذا من مكان بعيد عن وزارة التجارة والصناعة، طبعا من المنزل ومن المكتب. الحزم الأخرى مستمرين فيها، وإن شاء الله نتوقع مع نهاية 2015 نكون أنجزنا البنية الأساسية للسجل التجاري الإلكتروني وأيضا الإضافات. ونحن ننصح مجددا الجميع لتحويل بطاقاتهم الشخصية، البطاقة التي مصدق عليها إلكترونيا، وأيضا تحويل بطاقات الهاتف كذلك، لأن هذا سيخول الجميع في التعامل مع الوزارة بدون الحاجة للجوع. رفع المشاركون في منتدى الرؤية الاقتصادي 2015 في دورته الرابعة برقية شكر وعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. ويهدف المنتدى لوضع محفزات جديدة تساهم في النهوض بالاقتصاد المحلي وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص. رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. بعد أن ساهم في الأعوام الماضية بإبراز الفرص الواعدة للاستثمار في السلطنة، ها هو منتدى الرؤية الاقتصادي يركز في نسخته الرابعة على مقومات نجاح الفرص في القطاعات الاستثمارية وفرص الاستثمار في الأمن الغذائي والمجالات الحيوية للاستثمار. كما سبق وأن طرح على بساط البحث والنقاش قضايا التنويع الاقتصادي وتحديات الاستثمار والريادة المستقبلية للقطاع الخاص، ها هو المنتدى ينطلق في دورته الجديدة بهدف إضاءة الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها بلادنا في شتى المجالات وجميع القطاعات. المنتدى طرح التحديات التي تواجه الاستثمار، واضعا في المقابل حلولا وآليات من خلال جلسات حوارية مع خبراء ومتخصصين، حيث حاز موضوع إطلاق وزارة السياحة حزمة من المشاريع السياحية الجديدة للاستثمار في السلطنة على مساحة واسعة من النقاش. وزارة السياحة حاليا بصدد عمل منافسة بين الأراضي السياحية، وهذه مفتوحة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. عدد الأراضي، وسوف تطرح خلال الشهر هذا، عدد الأراضي ما بين 8 إلى 9 أراضي، فعلى المتنافسين التقدم. أعتقد المجال السياحي في غاية الأهمية، لدينا مجموعة من المشاريع كما هو معلوم تنفذ الآن في مسقط وفي ظفار وفي مناطق أخرى. المقبل طبعا في المرحلة القادمة هو التوسع في المشاريع السياحية المتكاملة.
المؤتمر هذا بيركز على المفاصل الدقيقة للاقتصاد العماني وعلى المقومات اللي موجودة في السلطنة. نتمنى أنه هذا المنتدى يأتي بالثمار الإيجابية اللي نتمناها. وبعد نقاشات مستفيضة ووجهات نظر وآليات حلول طرحت، خرج المنتدى بتوصيات أبرزها الإسراع على الانتهاء من الاستراتيجية السياحية وتبني حملات ترويجية خارج وداخل السلطنة للتعريف بفرص الاستثمار وإعداد دراسة شاملة لتحويل السلطنة إلى مركز عالمي للسلع الغذائية تخزينا وتصنيعا وتسويقا. مواضيع طرحت وفرص استثمارية أعلن عنها في منتدى الرؤية الاقتصادية هذا، فهل من جهات تتابع ما طرح ونوقش لتأخذ ما تمخض عن حوارات جادة من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار؟ إبراهيم بن سالم الهادي من فندق البندر بمنتجع شانغريلا بمحافظة مسقط. ننتقل بكم الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل سامي أولاد ثاني. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا جيهان، مساء النور مشاهدينا وتتابعونا في أخبارنا الاقتصادية التالي. 93 مليون ريال عماني موجودات صندوق الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. وسط مشاركة عالمية واسعة افتتح في المركز التجاري بإمارة دبي معرض سوق السفر السياحي 2015، وشاركت السلطنة ممثلة بوزارة السياحة بركن في هذا المعرض عرضت فيه الجوانب والمقومات السياحية في السلطنة. وسط تزاحم الأقدام وفي تظاهرة سياحية كبيرة جدا، دشنت إمارة دبي معرض سوق السفر العربي 2015 بمشاركة أكثر من 400 شركة سياحية يمثلون أكثر من 80 دولة. وقد كانت السلطنة بكل مقوماتها السياحية حاضرة ومشاركة في المعرض بهدف التعريف عن جمال السياحة في عمان. يعتبر المعرض دبي للسفر والسياحة من المعارض المهمة جدا، سواء كانت لمنطقة الخليج أو الدول العربية وأيضا للعالم، وتعتبر ثالث أكبر معرض اللي يجمع فيه عدد كبير من كل ما يتعلق بقطاع السياحة، سواء كانت الفنادق أو الشركات السياحية أو الموردين أيضا للقطاع وما يتعلق بقطاع السياحة. وجود السلطنة جدا مهم، ومثل ما نعرف الفترة الأخيرة أن عدد السياح بدأ في تزايد، وأيضا يكون ترويج للسلطنة من هذا المحفل، وأيضا مشاركة عدد كبير من الشركات السياحية والفنادق المتواجدة في السلطنة. وبين أرجاء هذه القلعة التي اتخذت شكلا لركن السلطنة توافد الزوار ليكشفوا أسرار حسن السياحة في عمان، فكان في انتظارهم أكثر من 26 مؤسسة سياحية عاملة في السلطنة تعرف بالسياحة وتروج لها. شاركنا هذا العام في سوق السفر العربي، نقدم خدمات والفعاليات والمناشط التي يقدمها المهرجان تحت مظلة وزارة السياحة تعتبر المشاركة، ونتطلع إلى عمل ما هو أفضل لترويج عن المهرجان لهذا العام. الطابع هنا في المعرض تبع الركن العماني يتميز بطابع أنه تراثي، كأنه ينقل عمان جايبة هنا في دبي. وإحنا السعودية على فكرة ترى نحب أهل عمان، وأهل عمان لأن بلد محافظة. حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شركات السياحة كان بعدا آخر في دعم مشاريع الشباب هنا في هذا المعرض، ناهيك عن ركن الطيران العماني والذي يقدم خدمات النقل السياحي من وإلى السلطنة. كل هذا وأكثر استمتع به الحضور هنا في ركن السلطنة. وقد شهد ركن السلطنة في أول أيامه إقبالا كبيرا من زوار هذا المعرض ومرتاديه. هذا الأمر إن دل فإنما يدل على المكانة السياحية الكبيرة التي تحظى بها السلطنة. لتلفزيون سلطنة عمان عيسى الكعبي دبي.
تزامنا مع احتفال دول العالم باليوم العالمي للعمال، نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة احتفالا بالمناسبة يهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع العاملين في القطاع الخاص وإبراز الحركة النقابية بالسلطنة ودورها في تحسين الظروف وشروط العمل بمؤسسات القطاع الخاص. رعى الحفل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. عجب حد يخلي شغل الحكومة ويركض حال الشركات؟ جدي السالفة بعدها مزعلتني. القطاع الخاص أصبح جاذبا للعمل فيه أكثر من قبل بسبب الحوافز التي يقدمها وتنظيمه بشكل أفضل من قبل الاتحاد العام لعمال السلطنة الذي يعد أمانا لكل العاملين فيه. ما من شك أنه هذا اليوم احتفاء فيه بعنصر مهم جدا من حركة التنمية وهم العمال، وأنا سعيد أيضا بوجود ثلاث أطراف الإنتاج موجودة في هذه القاعة اليوم، وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وأتمنى أن نوفق جميعا في خدمة هذا الوطن العزيز. احتفال يحمل في داخله مضامين عديدة، وأهمها تقديم الشكر وكلمات الثناء للعمل الذي يقوم به العمال على مدار سنة. لوحات أمل الغد وعزم العمال ومجد الوطن عروض قدمت في الحفل عكست رسائل عن أهمية العمل في القطاع الخاص وما يوفره من فرص. هذا اليوم يعني تم تخصيصه للعمال من أجل يعني تنشيط الهمم في العمال، ومن أجل أيضا حث أبنائنا العمال على الإخلاص في العمل وعلى التفاني في العمل، ومن أجل أيضا إرسال رسائل للجهات المختلفة بأن يكون العامل الذي هو ركيزة اقتصاد البلد في كل دول العالم أن يكون محل اهتمام. أوجه رسالة إلى المسؤولين أو أصحاب الشركات والأعمال لتهيئة الجو لبناء أو تشكيل نقابات عمالية لاحتواء جميع النزاعات والخلافات فيما بين العمال وأصحاب العمل. ويعمل الاتحاد على تنظيم دورات تثقيفية لمختلف النقابيين والاهتمام بالشباب والمرأة. حفظ الحقوق، الاستماع إلى شكاويهم، اقتراحاتهم، محاولات تطوير الحالة المعيشية وحالة العمل لجميع العمال، وهذه من الأشياء الأساسية والمهمة اللي النقابات العمالية تعمل لأجلها. الاتحاد يعمل على المضي في المساهمة في دعم مسار تنموي أساسه العدل والمساواة والقرار المستقل. الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يعمل على توفير بيئات عمل آمنة تسهم في رفع الإنتاج وتحفظ حقوق العمال. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. حققت الصرافة الإسلامية في السلطنة ارتفاعا في قيمة الأصول بأكثر من 1,300,000,000 ريال عماني، وارتفعت الإيداعات بنسبة 305% من 170,000,000 ريال عماني في عام 2013 إلى أكثر من 600,000,000 ريال العام المنصرم. كما يوجد مصرفان إسلاميان وستة نوافذ للصيرفة الإسلامية مع شبكة أفرع بمجمل 45 آلة للصيرفة الإسلامية، وذلك بنهاية عام 2014. وقام البنك المركزي العماني بتأسيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بهدف تقديم رأيها وأحكامها الملزمة في شؤون الصيرفة الإسلامية للبنك. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. استطاع صندوق الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني تحقيق موجودات تقدر ب 93,000,000 ريال عماني. جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى 20 لتأسيس نظام تأمين الودائع المصرفية، والذي رعاه معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية.
السلطنة من أوائل الدول بالمنطقة التي تبنت نظام تأمين للودائع المصرفية محدد وواضح تماشيا مع التوجه العالمي. هذا ما أشار إليه الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني خلال الاحتفال بالذكرى 20 لتأسيس نظام الودائع المصرفية بالسلطنة. هذا الصندوق تم إنشاؤه في عام 1995، وقد بدينا برأس مال أولي مقداره 7.5 مليون، كان مناصفة بين البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة داخل السلطنة. واليوم وصلت موجودات هذا الصندوق إلى ما يقارب أكثر من 90 مليون ريال عماني، نتيجة للمساهمات السنوية التي تقدم من قبل البنوك التجارية، يضاف إليها مساهمات البنك المركزي العماني سنويا. وتعزيزا لثقة المودعين في القطاع المصرفي العماني واستقرار النظام المالي، تم إنشاء صندوق تأمين الودائع المصرفية بهدف توفير تغطية تأمينية شاملة على الودائع في البنوك العاملة في السلطنة. نظام التأمين على الودائع مهم جدا للقطاع المصرفي وللمودعين في المقام الأول. في حال تعثر أي بنك أو لا سمح الله تعثر الاقتصاد لأي سبب من الأسباب، البنك المركزي طبعا يضمن نسبة معينة من الودائع، وهذه النسبة ترتفع مع مرور الوقت. طبعا في هناك مساهمة من البنوك التجارية، وهذا إلزامي على كل بنك، وأعتقد مثل صمام أمان للودائع وللمودعين. الصندوق يوفر تغطية تأمينية بنسبة 2.6% لكافة الودائع المؤهلة في الوقت الحالي للمودعين من البنوك الأعضاء العاملة في السلطنة، والبالغ عددها 17 بنكا. وقد حقق الصندوق أداء جيدا عن طريق الاستثمارات التي دخل فيها خلال المرحلة السابقة. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو القادم 64 دولارا و33 سنتا. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا بلغ 48 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 55 دولارا و9 سنتات، مسجلا بذلك انخفاضا بلغ $1.12 مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي. سجل خام برنت أعلى مستوى له في عام 2015 ليصل إلى قرب 67 دولارا للبرميل، مدعوما بتوقعات انحسار تخمة المعروض بعد أن عززت بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني وجهة النظر بتنفيذ إجراءات تحفيز جديدة. وارتفع برنت أكثر من 40% منذ أن سجل أدنى مستوى في نحو 6 سنوات عند 45 دولارا و19 سنتا في يناير، مدعوما بتوقعات أن يتقارب العرض والطلب فضلا عن تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط. مشاهدينا، نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة الآن إلى جيهان وإبراهيم وما تبقى من هذه النشرة. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا سامي. وفي جولة إخبارية متنوعة، قرية مكسيكية تدخل موسوعة جينيس في إنتاج أكبر كمية من عصير البرتقال، فيما تستعد طائرة الطاقة الشمسية سولار للإقلاع من بكين إلى هاواي في المرحلة الأصعب لها. وأخيرا إلى سنغافورة التي احتضنت معرضا لليخوت يشمل أحدث ما تم إنتاجه. بالمعرض السنوي للبرتقال دخلت قرية مكسيكية موسوعة جينيس للأرقام القياسية في إنتاج أكبر كمية من عصير البرتقال الطازج، حيث شارك أكثر من 400 شخص في قطف وغسل وعصر البرتقال من أبناء ولاية فيركروز. وقد تبرع المزارعون بكميات البرتقال المطلوبة لكسر الرقم العالمي، والتي تقدر بأكثر من 3 أطنان ونصف الطن لإنتاج 1000 لتر من عصير البرتقال. وبذلك أعلنت موسوعة جينيس كسر الرقم المسجل بالموسوعة رسميا.
فيما تمتع الحاضرون في نهاية اليوم بكوب من عصير البرتقال الطازج. وفي الصين تستعد طائرة الطاقة الشمسية سولار الأكثر شهرة في العالم للطيران من بكين إلى هاواي في المرحلة الأصعب لها، حيث ستعبر المحيط الهادي في 5 أيام و5 ليال بدون نقطة وقود واحدة. وتحمل الطائرة أكثر من 17,000 من الخلايا الشمسية على جناحيها، والتي تدعم المحركات بالطاقة، ومزودة ببطاريات تقوم بتخزين الطاقة وإعادة شحن نفسها للطيران الليلي. فيما انطلقت الطائرة سولار من مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في مارس الماضي، وتوقفت في مسقط في أول وقوف لها، فيما من المؤمل أن تجوب الطائرة العالم في 5 أشهر لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة. وإلى منطقة سانتوزا كوف في سنغافورة، والتي احتضنت معرض اليخوت الذي يتوافد عليه كبار العملاء لمتابعة أحدث ما تم إنتاجه في مجال صناعة اليخوت التي يقدر حجم أسعارها بملايين الدولارات، حيث تسعى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اليخوت لتوسيع أنشطتها في هذه المنطقة التي تضم نحو ربع أغنى الأشخاص في العالم. ومن أبرز ما يقدمه معرض اليخوت هذه الغواصة الشخصية المتقدمة، والتي يبلغ سعرها قرابة 2.5 مليون دولار. ومن المتوقع أن يشهد سوق اليخوت الفاخرة توسعا كبيرا، فيما يتوقع الخبراء أن تشهد مبيعات اليخوت طفرة سريعة خلال السنوات القليلة القادمة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالتين خطيتين من سمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يستقبل دولة نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء. ممثلا لجلالة السلطان المعظم، سمو السيد شهاب بن طارق يترأس وفد السلطنة في اللقاء التشاوري 15 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض. البنك المركزي يؤكد متانة قيمة الريال العماني وعدم تأثره بانخفاض أسعار النفط. العملة الحمد لله قوية، وعندنا نحن تغطية مناسبة للعملة. التحالف العربي يتحدث عن هدنة لأسباب إنسانية في اليمن، والقوات الشعبية تعلن سيطرتها الميدانية على مدينة تعز. ألتقيكم في نشرتنا القادمة في 1 صباحا بإذن الله. إلى اللقاء.